السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمحطة الجديدة تاع الغواط اللي راهي يعني تأخرت الأشغال بها. كان مفروض افتتاح يعني جزء من الخط الشمالي الجنوبي الذي يقع بين مدينة بوكزول ومدينة الأغواط على امتداد 290 كيلومتر، لكن للأسف الأشغال تاع المحطة تاع الأغواط ما زال لم تنتهي. وهنا نلاحظ طابع رائع، طابع نتاع المنطقة، يعني طابع العمراني رائع راقي. أنا بالنسبة لي أفضل يعني الشكل هذا والهندسة هذا أشكال من يعني أفضل من محطة تاع الجلفة اللي عندها طابع عصري. لكن معليش، المهم الخط ينطلق والأشغال تكمل، يعني لأنه الأشغال نتاع السكة الحديدية راهي متوقفة عند يعني عند المحطة هذه تاع الأغواط. المفروض تستمر الأشغال إلى حدود غردايا ثم عين صالح وإلى تمن راست في السنوات المقبلة إن شاء الله. إذن هذا هو، أترككم مع نهاية هذا الفيديو والسلام عليكم.